معاناة كبيرة يعانيها النازحين في محافظة الجوف، خاصة من وفدوا إليها من خارج المحافظة. منطقة الحصن غرب مديرية الحزم يسكنها عدد كبير من الأسر النازحة التي قدمت من محافظات تفرض ميليشيا الحوثي سيطرتها عليها، فقد خرجوا من بيوتهم ومناطقهم بسبب الظلم والتعسفات والتضييق عليهم من قبل الميليشيات الإنقلابية. الساكنين يعني والنازحين الذي أتوا من بعض المحافظات إلى هذه البيوت يعني سكنوها للضرورة، يعني هم مضطرين لأن البيوت مهددة بالانهيار وخصوصا وقت الأمطار، يعني وكما شفتوا يعني بعض البيوت بعض المنازل ويسكنها أكثر من أسرتين، يعني أسرتين ثلاث أسر بعضها حتى أربع أسر بعض البيوت، يعني ومهددين يعني البيوت تهدم فوقهم. فندعو المنظمات الإنسانية وندعو الحكومة يعني أن تنظر إلى هؤلاء وأن يعني توليهم يعني جانب من الاهتمام، يعني تهتم بهم وتنظر إلى حالهم أو توجد لهم البديل. وفد هؤلاء النازحون إلى الجوف بدون مأوى ولا سكن، فلم يجدوا مكانا يسكنوا فيه سوى بعض المنازل المهترئة والمهدمة والتي باتت حياتهم وحياة أطفالهم مهددة فيها بسبب شدة الأمطار والرياح، إضافة إلى حرمانهم من الخدمات في الجانب الصحي والتعليمي، فلا يوجد مرفق صحي في المنطقة ولا توجد سوى مدرسة يسكنها النازحون، مما اضطرهم إلى تدريس أبنائهم في العراء تحت حرارة الشمس. نعاني في الحصن يعني من شدة السكن، لأنه بعض السكن أكثر السكن مهدمة ونخشى تهديمها فوقنا وفوق أولادنا وفوق أسرنا، وعندما يجي المطر نتحاصر يعني من الماء لأنه تحكم فوقنا المياه وتساقط فوقنا التراب. يأمل النازحون في هذه المنطقة وغيرها من المناطق في الجوف أن تنظر الحكومة والمنظمات وفاعلي الخير إلى حالهم وإغاثتهم في ظل تأخر المرتبات وفقدانهم مصادر أرزاقهم في مناطقهم التي نزحوا منها. مجد عياش، من شباب، محافظة الجوف.